السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب معهد الصف الأزهري الصف الثالث الابتدائي. إن شاء الله النهارده هنشوف مع بعض، معاكم مسمونة. إن شاء الله النهارده هنشوف مع بعض نشيد الأرض. تعالوا نقرأ النشيد الأول ونشوف بيتكلم عن إيه. يا كوكب الأرضي الذي يؤوينا في كاس السماء نجومها تهدينا، وتنوعت فيك اللغات تنوعا، يسري العقول بيانها يعلينا، الأسود الغالي أخوه الأبيض، بالحب تبني عزنا أيدينا، فارفع شعارا للسلام فإنه بالحب يبقى في الحياة سنينا. تعالوا بقى نشوف الشعر بيقول لنا إيه في النشيد. يا كوكب الأرض الذي يؤوينا فيك السماء نجومها تهدينا، بيقول إن كوكب الأرض ده يعني إيه أصلا كلمة يؤوينا الأول؟ يؤوينا يعني يحمينا، يؤوينا يؤوينا يعني يحمينا. بيقول ان كوكب الارض ده بالنسبه لنا عامل زي البيت. يعني ايه بقى بيؤوينا يعني بيحمينا؟ كوكب الارض احنا عايشين عليه، طب هو ازاي مثل كوكب الارض بيحمينا؟ هو مش كوكب الارض فيه الاكسجين اللي احنا بنتنفسه، وفي المايه اللي احنا بنشربها، وفي الشمس اللي بتطلع بتدفننا المكان؟ يبقى هو بالنسبه لنا عامل زي البيت، بيحمينا، احنا عايشين عليه. طيب الكوكب ده فيه ايه؟ في السماء، والسماء فيها النجوم. النجوم دي تهدينا، يعني ايه تهدينا؟ يعني ترشدنا، يعني احنا في عز الظلام بتنور لنا الطريق. ممكن واحنا في البحر النجوم بتهدينا، يعني بتنور لنا وبترشدنا للطريق الصحيح. وممكن في عز الظلام وتنوعت فيك اللغات تنوعا، يخري العقول بيانها يعلينا. تنوعت يعني ايه؟ ان كوكب الارض ده مش عليه لغه واحده بس وهي اللغه العربيه، لا، ده في لغات كتيره قوي. يعني مثلا احنا المصريين بنتكلم اللغه العربيه، في ناس تانيين غيرنا بيتكلموا اللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه والكوريه، في لغات كتير. تمام؟ تنوعت فيك اللغات تنوعا، يعني في كتير من اللغات، مش لغه واحده. يعني كوكب الارض مش عليه لغه واحده، الناس البشر مش بيتكلموا لغه واحده. طيب يسري العقول بيانها يعلينا، يعني ايه يا مس يسري؟ يعني ينمي ويزود. ان تنوع اللغات ده بينمي العقول وبيزودها. بيزود ايه؟ بيزود معرفتنا، بيخلينا مثقفين ناضجين، عندنا اكثر من لغه بنتحاور بيها. تمام؟ ويعني وبتعلمنا اللغات الاخرى بنستطيع ان احنا نعرف ايه حضارات الشعوب الاخرى وايه وتقدماتهم، وبناخد منها وبننقلها عندنا. طيب بيانها يعني ايه؟ وضوحها يعلينا، يعني بيعلم من شأننا. احنا قلنا ان اللغات دي، اللغات الكتيره دي اللي احنا بنتعلمها بينمي العقول، بيخلينا مثقفين، بيزود معرفتنا، بيخلي عندنا معلومات كتيره قوي عن الشعوب اللي حوالينا، بيخلي عندنا معرفه. طيب الاسود الغالي اخوه الابيض، بيقول الشاعر بيقول ايه؟ بيقول ان لو عندنا شخص لونه اسود وشخص لونه ابيض مفيش فرق ما بينهم، كلنا اخوه، كلنا ايه؟ اخوات زي بعض، مفيش فرق ما بيننا. تمام؟ المفروض ان احنا بنتعامل على هذا الاساس، ما ينفعش نبقى عشان هو لونه اسود او لونه مختلف عني انا عامله باحتقار وازدراء. يعني ايه؟ يعني عامله بمعامله مش كويسه، اقعد اقول انت اسود انت مش عارف ايه واسخر منه. لا، ما ينفعش ان احنا نسخر من ايه؟ من حد، عشان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم. تمام؟ ما ينفعش ان انا اسخر من حد، ان احنا كلنا اخوه. تمام؟ بالحب تبني عزنا ايدينا، بالحب تبني عزنا ايدينا، يعني ايه؟ واحنا دلوقتي لما في ما بيننا حب وود ومحبه وموده، نستطيع ان احنا نبني الايه؟ العز بتاعنا، المجد. نستطيع ان احنا نبني ايه؟ مجدنا، مجد الوطن، مجد الوطن، ان احنا ايه؟ نتقدم ونزدهر. تمام؟ عشان في ما بيننا حب، لكن لو في ما بيننا كراهيه وعداء ومشاكل عمرنا ما هنقدر نبني، بالعكس ايدينا هتهدم اللي احنا بنبنيه. لكن احنا المفروض يتوفر عندنا ايه؟ الحب، علشان نقدر نتقدم. تمام؟ عشان بالحب ده هيبقى فيه تعاون، وبالتعاون هنقدر نبني المجد بتاع الوطن، وهيقدر الوطن ايه؟ يتقدم. فارفع شعارا للسلام فانه بالحب يبقى في الحياه سنينا. شعارا يعني ايه؟ عباره. شعارا يعني ايه؟ عباره. شعارا يعني عباره. المفروض ان احنا بيبقى عندنا ايه؟ السلام. المفروض ان احنا بنردد ايه؟ شعار السلام ده، وما ينفعش ان احنا نردده بس، يعني مش بنتكلم بس، لا، المفروض ان السلام ده بيتوفر ما بيننا، لان السلام ده بيوفر الامن والامان، وبالامن والامان كمان هيبقى فيه حب، وبالحب كمان هيتوفر الامن. كلهم يعني ايه؟ كلهم زي بعض، ان السلام والحب والامن والامان هيقدر يخلينا نعيش في سعاده، في ايه؟
في سعادة. تمام؟ طب يعني ايه مش سنينا يعني اعوما؟ طب نقول كمان البيت الاخير تاني بيقول ان ترفع شعارا. يعني ايه شعارا؟ يعني عباره. المفروض ان احنا بنردد عباره السلام، لان واحنا عايشين في سلام هيتوافر الايه الحب والموده، وبالتالي هنقدر نبني مجد الوطن والعز وايه والوطن بتاعنا هيبقى مزدهر ومتقدم. تعالوا بقى نشوف المعاني مع بعض كده. يعني ايه يقوينا؟ يعني يحمينا. تمام؟ تهدينا ترشدنا. تنوعت تعددت وكثرت. يسري يعني يزيد وينمي. بيانها وضوحها. يعلينا يرفع مكانتنا. يرفع ايه مكانتنا؟ طيب الغالي معناها يعني العزيز، الحب الود. نبني نقيم، عز مجد وشرف ورفع. شعار يعني ايه؟ عبارة. يبقى يدوم. طيب تعالوا نشوف الكلمة ومضادها. الأرض مضادها لإيه؟ السماء. تهدينا تضلنا. تنوعت تشابهت. يسري يقلل. بيانها غموضها. الحب عكسها الإيه؟ الكره. تبني عكسها إيه؟ تهدم. عز عكسها ذل. يبقى عز عكسها إيه؟ ذل. طيب جمع كوكب إيه يا مس الكواكب؟ السماء جمعها إيه؟ السماوات. أخوه جمعها إخوانه. شعار جمعها شعارات. الأسود جمعها إيه؟ السود. الأبيض جمعها البيض. الأرض جمعها الأراضي. الذي جمعها الذين. طيب تعالوا بقى نشوف الكلمة مفردها. مفرد نجوم إيه؟ نجم. اللغات مفردها اللغة. العقول مفردها العقل. سنين مفردها سنة. بلاد مفردها بلد. أيدي مفردها إيه؟ يد. تعالوا نشوف بقى ما فائدة كوكب الأرض لنا؟ ليه؟ إيه الفائدة بتاعت كوكب الأرض؟ كوكب الأرض بيقوينا وبيحمي كل الإيه؟ المخلوقات. تمام؟ طيب ما فائدة النجوم لنا؟ النجوم إحنا قلنا إن هي بتهدينا إلى الطريق الصحيح في الصحراء والبحار ليلاً. تمام؟ مش إحنا قلنا إن النجوم أصلاً بتطلع بالليل؟ ما فائدة تعدد اللغات؟ تعدد اللغات بيثري العقول وايه وبيانها يعني مكانتنا، يعني بايه بيخلينا ايه مرتفعين في المكانه. تمام؟ بيخلي لنا مكانه عاليه. كيف نبني العز والمجد؟ نبني العز والمجد بالعمل والعلم والاخلاص للوطن. تمام؟ يبقى بنبني العز والمجد بالايه؟ بالعمل والعلم والاخلاص للوطن. كيف يجب التعامل بين الناس؟ لا فرق بين الاسود والابيض، هذا هو الاساس في ايه؟ في التعاون. كيف نعيش على كوكب الأرض؟ إحنا بنعيش على كوكب الأرض أخوة. بتضبطنا إيه علاقة الحب والإيه والمودة؟ ما فيش ما بيننا كراهية، في ما بيننا تعاون. طيب ما الشعار الذي يجب أن نرفعه؟ قلنا يعني إيه الشعار؟ يعني العبارة. يجب أن نرفع شعار السلام مفيد في كل مكان على الأرض. تمام؟ يبقى إيه شعار السلام؟ ما فائدة السلام بين الشعوب؟ تتقدم الشعوب بالحب والسلام إيه؟ بين المجتمعات. تمام؟ تعالوا بقى نشوف اللي بعدها. تعالوا نحل مع بعض. يا كوكب الأرض الذي يؤوينا فيك السماء نجومها تهدينا، وتنوعت فيك اللغات تنوعا، يثري العقول بيانها يعلينا. طيب اختار الصواب مما بين القوسين. مفرد العقول الايه؟ العقل. جمع السماء الايه؟ السماوات. معنى يؤوينا يهدينا ولا ايه؟ يجملنا ولا يحمينا؟ يحمينا. طيب جمع الغابة الغابات ولا الحدائق ولا البساتين؟ لا طبعا يا ميس الغابات. طيب استخرج من الفقرة ما يلي. أسلوب نداء. أسلوب النداء احنا قلنا بيبدأ بإيه؟ يا 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 يا. يبقى أسلوب نداء يبقى إيه؟ يا كوكب. يا كوكب. طيب كلمة بها تنوين، واحنا خدنا التنوين ثلاث حاجات، التنوين بالفتح والكسر والضم. تعالوا بقى نشوف كلمة فيها تنوين. وتنوعت فيك اللغات تنوعا، تنوين بالايه؟ بالفتح. تنوعا. فعلا مضارعا يؤوينا. تمام؟ وايه؟ وتهدينا ويعلينا ويثري. تمام؟ تعالوا نكتب ايه؟ يؤوينا. طيب كلمه بها مد بالواو. احنا قلنا اصلا من شروط المد بالواو ان حرف المد مش عليه اي حاجه والحرف اللي قبليه مضمون. تعالوا نشوف كده كلمه ايه
يؤوينا او ايه نجومها تمام او العقول تمام تعالوا اكتب ايه نجومها الواو مش عليها اي حاجه وحرف الجيم عليه ضمه طيب كلمه على وزن ايه يرضينا ايه يرضينا يؤوينا تمام تعالوا نشوف اللي بعد طيب اقرا ثم اجب الاسود الغالي اخوه الابيض بالحب تبني عزنا ايدينا فارفع شعار الاستلام فانه بالحب يبقى في الحياه سنينا مع طيب هات من الفقره ما يلي معنى كلمه مجدنا يعني ايه مجدنا عزنا مضاد كلمه يزول مضادها ايه يبقى طيب مفرد كلمة شعارات شعار جمع كلمة يدي أيدينا جاية مثل إيه في النشيد طيب استخرج من الفكرة ما يلي كلمة بها حركة طويلة الحركة الطويلة اللي هي إيه المدود يا مد بالألف يا بالواو يا بالإيه يا بالياء طيب تعالوا نشوف مع بعض كلمة بها حركة طويلة أيدينا سنينا تمام أيدينا وسنينا كلمة على وزن تجني تبني طيب حرفا للجر بالحب حرف الباء الحب اللي هي حرف الايه الباء طيب فعلا تبني فعل ايه مزدا فعل مضارع ليه فعل عشان نحط عليها كده الالف واللام قال تبني ينفع لا يبقى هو فعل طب اسلوب امر فارفع شعارا للسلام فارفع تمام وبكده نكون خلصنا درسنا النهارده واشوفكم في درس جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته